أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لماذا؟ وكل سنة وحضراتكم طيبين. بعيد ماري جرجس أمير الشهداء، مفيش بيت ما يعرفش مين ماري جرجس، مفيش صلاة خالية من شفاعة ماري جرجس، ومفيش قلب مسيحي ما فيهوش مكان خاص لأمير الشهداء ماري جرجس حبيب المسيح. أهلا بيك يا إيهاب. أهلا بك يا أسماء، كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة وأنتم طيبين كل المشاهدين. وبنحتفل بعيد عظيم طبعا، النهارده عيد ماري جرجس، فإن شاء الله هنتكلم على عيد ماري جرجس وقديس ماري جرجس وشفاعة ماري جرجس، ونحاول كده بشفاعته كده يدينا كلمة النهارده تكون كلمة بركة لكل المستمعين النهارده. زي ما قلت لنا كل اسبوع بصراحه بتبقى كلمه فعلا كلمه منفعه، فاحنا النهارده بيبقى لينا ماري جرجس ليه مكان خاص في قلوبنا كلنا طبعا. طب تدينا نبذه بقى عن حياه ماري جرجس ومين هو ماري جرجس. حاضر. الاول ناخد سفر العبرانيين لما بيتكلم على ابطال الايمان في عبرانيين 11، بيقول الذين بالايمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا افواه اسود، اطفاوا قوه النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن بقيامة، وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل، وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معز، معتزين، مكروبين، مزلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغار وشكوك الأرض. يعني لو نبص على الكلام ده ينطبق على الشهداء وأمير الشهداء قديس ماري جرجس. المسيح بنفسه اللي اداله اللقب ده على فكرة، هو اللي ظهر له وقال له هتبقى أمير الشهداء. ده كفاية ان هو تعذب 7 سنين كاملة يتفننوا ويعذبوا فيه، و70 ملك بنقول عليها في المديحة منافقين يحكمون عليه كل يوم. أبوه اسمه أناستاسيوس أو أناستاس يعني القيامة. أمه كان اسمها سأوبستا، سأوبستا معناها المؤمنة بالله. بيقولوا أبوه كان راجل معروف أو في الجيش، يعني أنا قريت كذا مخطوطة وكذا كتاب، يعني دي أحد أحسن حاجة للآخر يعني. ودي صورة على الشاشة لماري جرجس دلوقتي، وهنشرح على فكرة الصورة بتاعته، صورة التنين يرمز لإيه والحرب لإيه وكل ده. فبيقولوا أبوه كان مشهور قوي في الجيش وتوفى، كان ابنه في الوقت ده بعض الكتب بتقول كان 17 سنة والبعض بيقول 20 سنة. فعلشان كان الحاكم بيحب أبوه قوي، فقرر إن ماري جرجس يكمل مكان أبوه، فخدوه خلوه رئيس 100 وبعد كده رئيس 1000. لقوا شجاعة قوية جدا عنده وابتدى يتقدم، وكانت الجنود كلها بتحبه وكان ابتدى يتشهر وتعرف قوي، لحد ما حصل اللي هو القرار اللي هو اضطهاد المسيحية بقيادة دوكليديانوس. دوكليديانوس بقى الجاحد عمل ايه؟ وعلى فكرة في حوالي 10 أباطرة ابتدوا من نيرون لحد دوكليديانوس كانوا بيعذبوا في المسيحيين، 10 أباطرة وربع. دوكليديانوس كان شخصية غريبة جدا، هو الوقت ده كان قوي من اول نيرون لحد دوكليديانوس، يعني ما شفناش عذاب اكتر من كده. يعني العذابات اللي بنشوفها دلوقتي بتحصل المسيحيين بنقول فظيعة، بس دول كانوا بيتفننوا فعلا في تعذيبهم. يعني عذاب من العذاب بتاع القديس ماري جرجس، كان في حاجة اسمها الهمبازين. الهمبازين ده عبارة عن دولاب بيلف، والجزء التاني اللي بيلف قصاده معاه كده زي ترس كله سكاكين، فيلفوا يربطوا كده من ايديه ورجليه ويلفوا كده، والسكاكين تلف بقى تقطع في لحمه. ده حاجة من الحاجات، يعني أنا مالا أقرأ القصة، كان التفنين بيتفننوا زي عذبوا الإنسان. دوكليديانوس ده دي قصة غريبة جدا. دوكليديانوس ده لما قعدت اقرا في مخطوطة في أخميم مكتوبة باللغة القبطية مترجمة، المخطوطة دي بتقول ايه؟ دوكليديانوس في واحد كان اسمه بسادة من أخميم لقى طفل بيرضع من صدر واحدة ميتة. كان هو راعي غنم، فاستغرب قوي، خد الطفل ده وابتدى يربيه ويرضعه من الأغنام. بسادة ده كان راعي غنم، فكان بيعمل على المزمار، ابتدى يتعلم اللي هو دوكليديانوس ده منه، ما يعرفوش الاصل بتاع امه ايه، فهو لقى الراجل ده كان قبطي وراجل متبتل وعايش لربنا ويرعى الاغنام، وابتدى ياخده يعلمه معاه راعي الغنم لحد ما ابتدى يكبر وهو يربيه وياخد باله منه. جه عند دوكليديانوس عن سن 14 سنه، كان بسادة نايم، حلم غريب جدا، وقال دوكليديانوس انا حلمت حلم غريب. فقال له ايه؟ قال له حلمت ان انت هتبقى ملك وهتقتلني. قال له ازاي؟ انا
مش ابن ملك عشان ابقى ملك، انت عارف اصلي ماليش اهل وانت اللي ربيتني، وبعد كده معقوله كل اللي انت عملته معايا في الاخر اقتلك؟ ده حلم غريب او ما تشغلش بالك. المهم بسادة ده متبتل وانسان عايش لربنا ومكمل حياته. كان الشباب في الوقت ده تبع كانت مصر تبع الامبراطوريه الرومانيه، كان اللي يوصل سنه 19 سنه او 20 سنه ياخدوه عشان يخدم في الجيش الروماني. دوكليديانوس كان وصل 19 سنه فابتدوا ياخدوه للجيش الروماني، فقالوا له انت شغلك كنت بتعمل ايه؟ قال لهم كنت بارع اغنام. قالوا له طب ايه؟ تعال نخليك تاخد بالك من الحصينه بتاعت الاسطبل بتاع الملك. بعد ما مشي دوكليديانوس بساده ابتدى يخش الدير وترهبن، وبعد كده بقى اسقف وبقى الانبا بساده اسقف اخميم. الناحيه الثانيه بقى دوكليديانوس كان متعلم بقى ان هو بالمزمار، فكان بعد ما يخلص شغل يمسك المزمار ويلعب عليه الحصينه ترقص، كانت ولاد الملك البنات تيجي تتفرج عليهم مبسوطين قوي، ما كانش عندهم تسليه تانية. فكان يعمل بالمزمار والحصينه ترقص والبنات تتفرج عليه. يجي يوم من الايام الملك يموت على غفله. فكانت لازم بنت الملك تاخد الحكم. كان الملك في الوقت ده مش البنت ان هي تحكم، لا ده الملك كان بينزل الحرب ويحارب بايده كل ده. فكانت لازم تتجوز عشان يتنفس تبقى هي الملكه. فكان احسن واحد هي شايفاه وعاجبها كان دوكليديانوس اللي هو كان بينظف تحت الحصنه وكان ده. ابتدى كان في حقد في نفسه. لما مسك الملك ابتدى يفتكر ايام مصر وافتكر المسيحيه، وابتدى كان طبعا كل الروما كانت الهه وثنيه. فعشان يقعد في الحكم كان لازم يكمل في العباده بتاعته. وحلف بالالهه بتاعته ان هو مش هيقعد الا لما يبيد الديانه المسيحيه. فعمل اربع قرارات كانوا صعبين جدا، ان كان فاكر ان بالقرارات بتاعته يقدر يهدم المسيحيه. اول حاجه يهدم الكنائس. تاني حاجه يحرق الكتب المقدسه كلها عشان ينهي التعليم. تالت حاجه يطرد اي واحد مسيحي من الوظائف بتاعته الحكوميه. رابع حاجه اي حد يشوف واحد مسيحي يقتله. وقال الخطه دي في الوقت قصير جدا هنهي بيها عن المسيحيه. ودي برضو تبين لنا ياما ناس وقفوا ضد الكنيسه وكان نهايتهم ايه؟ يعني احنا بس برضو نشوف تاريخ الكنيسه، ادي واحد من الناس ده. ايوه. والكنيسه بدل ما تخاف منه ولا الكنيسه بدل ما تتعب منه، ده الكنيسه عملت بدايه حكمه بدايه السنه القبطيه بتاعتنا، كان اول توت اللي هو سنه 284، وكان ساعتها في الوقت ده 29 اغسطس، ابتدت طبعا السنين تتحرك لحد ما وصلت 11 سبتمبر. فالكنيسة عندنا مهما أي حد يقف قدام الكنيسة بيقع. وأنت فاكرة برضو الرئيس بتاع مصر اللي وقف قدام البابا شنودة شوف نهايته حصلت إيه، والناس اللي هم برضو كنيسة القديسين وقفوا قدام الكنيسة حصل لهم إيه، وبنشوف التاريخ بيعيد نفسه. فكان دوكليديانوس فاكر إن هو هيهدم الكنيسة. قال إيه؟ أنا هنزل مصر بنفسي، مصر دي كان مسميها رأس الأفعى زي ما مكتوبة في المخطوطات، وأموت بنفسي المسيحيين. ومش هسكت لحد ما الدم يوصل لرجل الحصان. نزل مصر وقعد يقتل في المسيحيين لدرجة ان المخطوطة بتقول ايده اتعورت من كتر قبضته على السيف يقتل الناس. قعد يقتل من الصبح، مش هو بس، ده هو والجنود اللي معاه والحكام بتاعت مصر كلها والبلاد كلها اللي تحت الحكم الروماني. ما كان قرار اي حد يشوف حد مسيحي يقتله، الناس دي تخرج من الاشغال، قرار كامل يعني، ويهدوا الكنائس والحاجات دي. لحد طبعا الحصان من الصبح لحد الغروب اتزحلق وقع على ركبته، كانت ركبته ايه؟ الارض مليانه بالدم، لمس الدم، وقال كده انا وفيت بالوعد بتاعي ان انا وقف. وقف. ومش وقف وبس، ابتدى بقى يمسك الناس بقى اللي ايه؟ يبتدي يعذب في المسيحيين. وكان منهم بقى اللي هو مين؟ ماريجالكس. ولدرجه ان هو بيقتل في المسيحيين كان بيطلع الاسقف والشعب بتاعه كانوا يستشهدوا. ومنهم الاسقف كان طلع اللي هو مين؟ الانبا بساده اللي كان اسمه بساده اللي هو خده ورباه واتحققت الرؤيه اللي شافها الراجل البسيط الفلاح القبطي اللي اتراهب انه بقى اسقف، ان انت في يوم من الايام هتقتلني وهتبقى ملك. وتكمل القصه بعد كده وابتدي ماريجرجس بقى والعذابات بتاعت ماريجرجس. عذابات رهيبه يعني، قعدت اقرا كذا كتاب 7 سنين يتفننوا ان يعذبوا فيه. يعني حاجة صعبة جدا. صعبة. يعني وفي الآخر في الآخر بقى دوكليديانوس قعد بقى يحارب في ماريجرجس لحد ما في الآخر بقى ماريجرجس بقى طبعا حصل حاجات كتير استشهد. حصل إيه بعد كده؟ ماريجرجس من بلد فلسطين في الليد بنوا كنيسة هناك عنده في الليد فلسطين قريبة من
روما. ابتدت الكنيسة تعمل معجزات كتير جدا، مرجلجس شفاعته وربنا يعني سماه أمير الشهداء، وربنا طبعا اتكلم معاه كذا مرة وخلى شفاعته قوية. كانت كل الناس اللي تروح له بطلبة أو حاجة كان بيتشفع لها وكان بيعمل معجزات. ابتدى دقلديانوس يقول ده كل ده كذب، أنا راح أهدم الكنيسة بنفسي. وابتدى يجهز نفسه وعشان يروح يهدم الكنيسة، ظهر له مرجلجس ومعاه الملاك مخيل، ويتزحلق دقلديانوس وتخش حاجة بيقولوا زي حاجة من الكرسي بتاعه، دخلت في عينيه اتعمى. وبسبب انه اتعمى طبعا ما ينفعش يبقى ملك، طردوه من الحكم. واضطرد دقلديانوس من الحكم، بيقولوا لحد نهاية حياته ما كانش لاقي ياكل. يعني شوف القصة تمشي ازاي، قصة غريبة جدا. ودي تعلمنا ايه؟ اي واحد يقف ضد الكنيسة ما حدش يقدر يقف قدك، عشان دي كنيسة المسيح. مين يقدر يقف؟ ده بيقول ربنا في السماء بيضحك كده عليهم، الناس اللي هي فاكره ان هي هتزعزع كنيسه الله. دي حاجه. الحاجه الثانيه تعلمنا ايه؟ الاضطهاد احيانا كويس للكنيسه. الكنيسه الاولى الشيطان كان بيخليها ايه؟ الاضطهاد يعمل ايه؟ يقوي الكنيسه. يقوي الكنيسه. هنشوف لحد العصور القرن الرابع كان في اضطهادات جامده جدا، الكنيسه كانت قويه. لكن الشيطان بعد في القرن الرابع وبعديه عمل ايه؟ ابتدى لقى ان كل ما يعمل اضطهادات تيجي من بره الكنيسه تمسك جامد زي الكوره كده تضغط عليها، ابتدى يقسم بقى في الكنيسه، وابتدت المجامع، وابتدى كل الكنائس اتقسمت، ابتدى يضعف في الكنيسه. ما عرفوش يأفكتوا الكنيسه بان هم يضطهدوها، ابتدوا يقسموها في العقيده وفي الايمان. لكن طول ما الكنيسه كانت واحده كانت قويه جدا. ودي تبين حاجه ثانيه برضو، الكنيسه مهم جدا احيانا الاضطهاد اللي بيجي على الكنيسه. ليه؟ علشان بيبان الناس اللي عندها ايمان قوي. أيه. والانسان الناس اللي عندها ايمان ضعيف، زي بالظبط بيقولوا زي الريح، او الريح الجامده اللي بتيجي للشجره. الشجره الضعيفه اللي اساسها مش جامد في الارض بيحصل لها ايه؟ بتقع وتتكسر. لكن الشجره اللي هي بتبقى قويه جذورها بتثبت اكتر في الارض، وايمانها بيبقى اقوى من الاول. زي بالظبط في الخريف لما تيجي الريح جامده والورق الاصفر كله يقع عشان يطلع مكان ورق قوي. فطبعا الاضطهاد للكنيسه بيقوي الكنيسه. والايمان في الكنيسه القبطيه، احنا لحد دلوقتي ايمان قوي جدا بتاع الكنيسه القبطيه، والاقباط مشهورين جدا بايمانهم القوي. هو في حاجتين دلوقتي، في دلوقتي الناس اللي هو في ناس بتبان ان هي ضعيفه، وناس لما تشوفها تقول يعني ما يبانش عليها ايمان قوي، ما يبانش عليها زي مثلا الشهداء الجداد اللي احنا بنشوفهم دول، ابطال ليبيا مثلا، وكينيا، او اللي احنا شفناهم دول بسيطه قوي. وبعد كده ساعه لما فعلا بتقول لما الريح بتيجي والناس بقى بتشوف فعلا ايه هو الايمان القوي، هو ده الايمان القوي، بيبان المعدن بتاع الانسان. صح كده. وبعدين في ناس انا مش فاكره الايه قوي، بس اللي هي الاخرون اولون، واخرون يكون اولون، واولون يكون اخرون. ده بالظبط اللي بيحصل في المواقف اللي زي دي. لان واحد زي دقلديانوس مثلا، الواحد يتوقع ان هو ما دام واحد يعني واحد زي الاما بسيطة لما عطف عليه وكبره واخد باله منه، يعني ما يوصلش بيه الحال ان هو يقتله او يقتل المسيحيين كلهم في الاخر. يعني ايه رايك برضو في السلطه مع الانسان؟ انا قعدت اقرا في قصه دقلديانوس عشان ادور على حاجه واحده. ايه اللي خلى العداوه تتقلب على كده بجد؟ يعني يعني انا قعدت افكر ايه يعني اللي علمه اللي هو يضرب على الناي كان واحد قبطي. اللي رباه واحد قبطي، ما كان هيموت. كان هيموت ما بياكلش. واللي رباه واحد قبطي، ايه اللي خلاه يقلب على المسيحيه كده؟ طب تفتكر ايه؟ بتبقى يعني اقول لك حاجه، هو عباده الاصنام اللي هو كانوا بيعبدوها في روما، ما هو راح روما وعنده 19 سنه. وكل العباده والقصر والاباحيه والحاجات دي اكيد ده انجرف في الحاجات دي. وساعات زي ما انت لسه بتقولي السلطه بتغير الناس. احنا بنلاقي كده كتير، بنلاقي ناس اصلها كويس وبعد كده يا دوبك ياخدوا بوزيشن حلو او بيتغير. في مكان وبتلاقيهم اتغيروا بيمشوا نفسهم. بالظبط. المشكله الانسان اللي اتغيروا الفلوس او السلطه ما عندوش اصل. بس كده. لكن ناس كتير قوي كان عندها سلطه وفلوس وكانت زي الفل في الكنيسه. كانوا كويسين. ابراهيم الجوهري. ابونا ابراهيم في الكتاب المقدس، الناس كانت عندها سلطه وناس كان عندها فلوس، لكن الناس كانت متواضعه جدا ويساعدوا الناس كلها. وهو مش الوحش المال، هو الوحش محبه المال. محبه المال والتصرف بالمال. والتصرف ايوه. ربنا زي ما مره قلنا قبل كده، ربنا بيدينا المال عشان يساعدنا نخش السماء، مش بيدينا المال عشان نعبده. ما هو الحاجه الوحيده اللي ربنا قال
لا تستطيع أن تعبد سيدين، الله والمال. يعني والمال ربنا حاطط المال كفة زي وزي هو ربنا زي هو كفة ربنا تانية. زي هو ربنا. طيب تحب تقول لنا بقى ايه تاني عن مرجرجس؟ في آية حلوة قوي في إنجيل مرقس، لو نبص مع بعض على الشاشة، إنجيل مرقس 16، ودي بتنطبق على مرجرجس في حاجات كتير. دي أنا طلعتها كده عشان نقول عليه كذا قصة. في مرقس 16 آية 17 و18 بيقول: وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حيات وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. يعني بص كده على القديس مرجرجس، يخرجون شياطين، مشهور جدا بقوته إخراج الشياطين. أيوه معروف. يعني أنا أفتكر يعني كنت مرة رحت دير ميت دمسيس، مشهور أول عيد بتاعه في مايو، ده عالم بيروح كمية عالم كتير، وكان بيظهر وتلاقيه يجري حوالين الكنيسة والناس اللي عليها شياطين كان بيطردها. مشهورة أوي، ناس كتير جدا بتروح، وناس بتقدم بقى ندور وذبايح وحاجات، حاجات عالم تاني. وليه كنايس، كل الكنايس بتاعت مرجرجس بيعملوا نهضة في الوقت ده، نهضة كبيرة جدا، بتبقى أسبوع زي ما بنعمل نهضة العذراء، وعالم بتروح. أكبر اسم كنايس بعد العذراء اسم مرجرجس، يعني ده أكبر، وهقول بعد كده ليه أما هناخدها. الكنايس اللي بيبقى عليها مشاكل الناس بيسموها بمرجرجس عشان يتصرف، وهجيب بعض الكنايس هنا في الآخر نتكلم عليها. مرة من المرات أبونا لوقا سيداروس في كتاب، عامل كتاب حلو أو قصص قديسين، كاتب بيقول إيه؟ بيقول: كنت عمال بعمد جوه وقفت طفل من الأطفال، ولقيت الفراش بيقول لي: يا أبونا في اتنين عايزينك بره. فعمل إيه أبونا؟ قال له: حاضر، أخلص العماد ده، وبعد كده أول ما خلصي. بيقول: لقيتهم اتنين شكلهم مش مسيحيين خالص، وشكلهم خايفين، أول مرة يشوفوا كاهن وأول مرة يجوا الكنيسة. بيقول: هديت منهم كده، قال لهم: اتفضلوا اقعدوا، في أي حاجة أقدر أساعدكم؟ فواحدة بيقول كانت شابة عندها بتاع 30 سنة وباين عليها مش مسيحية، ومامتها معاها. قالت لي: أبونا أنا تربيت في مدرسة أجنبية، وكنت بحب أوي سانت تريس، وكان نفسي وبقرا قصتها ونفسي أبقى زيها. وبعد كده يا أبونا حصل إيه؟ إن أتقدم لي واحد من الدين عندنا، وإنسان شخصية كويسة جدا، واتجوزته. في الليلة بتاعتي الجواز بتاعتي حلمت حلم سانت تريس جايبالي بوكي ورد، وكانت أغلى هدية عندي قبل الجواز بتاعي، أكنها بت، وكنت بحبها وبكلمها كتير. بتقول له: من بعد اتجوزت كنت بحلم حلم وحش جدا، إن واحد أسود وشكله قبيح جدا عايز يجي ويهجم علي. كنت أقوم مفزوعة وتعبانة جدا وعرقانة، أكني عاملة مجهود جامد جدا من الإنسان اللي هو بيجري ورايا أو عايز يهجم علي أو يخش جواي. لحد كذا مرة خدوني عند الناس بتوعنا اللي هم الشيوخ والعرفين والحاجات دي، مفيش حاجة، الحلم يجي تاني. كنت بتقول: من خوفي من الحلم ما كنتش بحب أنام، وكنت ببقى تعبانة جدا عشان أنام وأحلم بالحلم أتفزع. وساعات يقول لها ده تخريف، وساعات ياخدوها وبتاع، بيقول مفيش حل. بتقول: في الامبارح بقى حصل إن الإنسان اللي هو يعني هو كان شيطان الأسود القبيح ده قاعد يهجم على حد ما دخل جوايا، وحسيت بظلمة قوية جدا جوايا، وصوتي مش قادرة أنده ومش قادرة أقول حاجة إلا: يا رب انقذني، يا رب انقذني، يا رب انقذني. سمعت رجلين حصان جاية بسرعة، وشفت واحد وشه باهي ومنور، ومسكه قال له: اخرج منها. قال له: مش هخرج. قال له: اخرج منها. قال له: مش هخرج. فجاب الحربة بتاعته وضربها، الحربة دخلت في صدري من هنا طلعت من ظهري، وأول ما دخلت الحربة لقيت كل حاجة انتهت، وحصل سلام جميل جدا، واختفى الشخص ده. جيت أغير هدومي الصبح، لقيت الفلنة كلها اللي كنت لابساها عليها دم مطرح الحربة والعلامة بتاعتها. فأبونا قال لها: انت شفتي مرجرجس قبل كده؟ قالت له: لا. قال لها: طب تعالي أوريكي صورته. فوراها الصورة، قالت له: هو ده اللي ظهر. قال لها: شوفي، انت ما طلبتيش، لكن ربنا عشان انت طلبت ربنا ندهلك مرجرجس سريع الندهه، اللي هو ايه؟ اللي هو مشهور قوي بطرد الشياطين. وقعد يشرح لها بقى، يقول لها: الحربه دي بتشير الى الصليب اللي هو بتطردي بيه الشيطان، وعلمها ازاي ترشم الصليب. قال لها: الحصان ده كان معاه وكان بيساعده في الحروب، فعشان كده دي لازم بيظهر فيه زي قوه ربنا مثلا. التنين بيرمز للشيطان، وعشان كده هو بيهزم. وبعد كده الصوره بتاعت البنت اللي ورا او كده، دي صوره الكنيسه اللي هو ايه
ان مريجال جس بيهدم الشيطان عشان يبعد عن الكنيسه. بيقولوا كانت بدايه حلوه جدا ان الانسان دي ابتدت تتعرف على ربنا. طيب حلو خالص. احنا دلوقتي بنتكلم عن ماري جرجس وعلاقته باخراج الشياطين واضحه جدا. يعني هو معروف دايما ان هو بيخرج الشياطين. في طيب الايه هنا برضو ان هو بيتكلموا عن يضعون ايديهم على المرضى. لا في الايه هنا برضو ويحملون حيات وان شربوا سما مميتا او شيئا مميتا لا يضرهم. ايوه سوري. وكلنا عارفين القصه اللي بنعلمها للاولاد في مدارس الاحد. قبل ما تاكل لازم تعمل ايه؟ ترشي من الصليب. أيوة. وخدناها برضو من ايه؟ من ماري جرجس. جاله مره في ساحر مشهور قوي اسمه أثناسيوس. لما كانوا بيشوفوا القديس ماري جرجس بيعمل معجزات وهو حتى بيتعذب ولا يموت وبعد كده يلاقوه رجع قدامهم فقال لك ده ساحر. فجابوا له واحد ساحر اسمه أثناسيوس من اقوى السحار وجاب له سم اللي يلمس منه جرام مثلا يموت على طول. وقال له لازم تشرب من السم. فماري جرجس استشرب معاه الصليب والشرب ما حصلوش حاجه. قالوا يبقى عمل علامه ايه؟ سحر. ربطوا ايده فاستعمل راسه يقول اشرب من هنا ولا من هنا اللي هنعلمها اللي عبتوا عن درس احد الكويس قوي دي. وبعد كده ببص لقى برضو شرب السم ما حصلوش حاجه. فحصل ايه بعد ما عمل كده؟ أثناسيوس الساحر امن. امسك الوالي قتله ورموا ماري جرجس قعدوا يعذبوا فيه لحد ما مات. وبيبصوا لقوا ماري جرجس جه. كان في الناس كلها بتتفرج على الحكايه دي حوالي 3700 واحد امنوا بماري جرجس في المعجزه دي. ودوكليديانوس الجاحد عمل فيهم ايه؟ قتلهم كلهم. قتلهم كلهم في الوقت ده. طيب اللي هو ده يشربون شيئا مميتا لا يضرهم. يس. طب تكلمنا بقى عن يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. فيبرؤون. ماري جرجس طبعا مشهور بمعجزات الشفاء. في قصه في شاب اسمه محسن كان خادم في كنيسه ماريمورس. انا سمعت الشريط بتاعه. ماريمورس شبرا. وقريتها في كتاب ابونا من امريكا كابونا جورجيوس عطل عامل كتاب حلو قوي وكاتب القصه دي. بيقول الخادم ده كان خادم حلو قوي في كنيسه نخدم الشباب. بيقول انا اترشمت كاهن في مصر الجديده كنيسه جورجيوس والانبا انطونيوس في مصر الجديده. وبعد كده جالي خبر ان الشخص ده تعبان وقالوا له بليز يا ابونا بقى اذكر اسمه على المذبح. بيقول قعدت اذكر اسمه على المذبح وبعد كده حصل ايه؟ بيقول ابونا كان هو في الجيش. بعد ما دخل الجيش ابتدوا يدخلوه مستشفى عسكري كان تعبان ابتدوا يكشفوا عليه. افتكروا عنده ازاي ده؟ فتحوا بطنه لقوا عنده كانسر في الكبد. فقفلوا تاني وقالوا له انت يعني شهر شهرين هتموت. ما نقدرش نعمل اي حاجه. وحاجه تانية السكر عالي وبنكرياس وامعاء فيها تقيؤ حاجات كده. فابتدوا يقولوا لابونا بيقول كل قداس في كنيسه ماري جرجس يعني ارفع الذبيحه باسمه واصلي له. بعدها بفتره جم قالوا له الاخ محسن ده حصلت له معجزه واتشفى. قال لهم بجد بفرح قوي وقال له لازم تيجي وتحكي المعجزه في الكنيسه عندنا. جابوه يحكي المعجزه في الكنيسه عندهم. معجزه غريبه قوي. اول حاجه قال انا مش مستحق ان ربنا يعمل معايا اي حاجه. انا رحت الجيش وبعد كده تعبت فقالوا لي عندك ازاي ده؟ جم يفتحوا لقوا عندي كانسر في الكبد. سرطان في الكبد يعني. وبعد كده الدكتور قال له مش هنقدر نعمل لك حاجه، انت وقتك قليل وهتموت. روحت البيت هعمل ايه؟ كان عندي صوره لماري جرجس وقفت قدامها وقعدت اصلي اقول له يا ماري جرجس انا عارف ان انت بتحبني زي ما انا بحبك. وزي ما انت بتحبني عايزك تكلم ربنا ان هو يشفيني. بيقولوا قعدت طبعا اعمل ايه؟ مفيش حاجه اعملها، قعدت اصلي يا رب لتكن مشيئتك. بيقول بعدها بيومين جالي جواب من المستشفى العسكري وعشان تبع الجيش مستشفى عسكري في واحد اجنبي جه ليه تخصصات في الكبد واخد التقرير بتاعك وروح قبله. في دكتور مسلم بيقول كان معاه اسمه محمد وخده معاه وراحوا اسكندريه. قابل الدكتور ده بعد ما الدكتور بص على الاوراق قال له بص ما تضيعش وقت كتير، انت ما فيش حل، انت هتموت، اديها اسابيع كمان مش شهور حتى اسابيع انت هتموت. قال له صاحبه اللي اسمه محمد ده قال له تعالى نروح كنيسه ماري جرجس اللي هي في سبورتنج نصلي. راح صلى هناك وعمل تمجيد وقعد يصلي قدام الصوره ويطلب شفاعه ماري جرجس. وبعد كده طلب من الراهب اللي هناك يصلي له وكان حتى الراهب صعبان عليه او ان هو شاب صغير كده يموت. رجع البيت وقعد وقال له لتكن مشيئتك يا رب.
بعدها بيومين ثلاثة تعب قوي، فجه صاحبه اللي هو الدكتور محمد ده ياخده للمستشفى. بيقول على المستشفى لقى دكتور مستنيه وعارفه بالاسم، وقال له تعالى يا محسن، ودخل. بيقول قعد يضغط على بطني بتاع ربع ساعة، ويفضل يبص للسماء ويضغط على ربعي بطني ويبص للسماء ويضغط على بطني ويبص للسماء. بيقول له ناس كتير قوي وصتني عليك. قال له هو انت مين؟ قال له هتعرف بعدين. بيقول بعد كده رشم عليه الصليب، قال له طب اعرفك ازاي؟ قال له هتبقى تيجي تزورني في اسكندريه. بيقول بعد ما صلى ورشم الصليب انا لقيت صحتي رجعت لي تاني، كنت تعبان جدا، التعب راح واتغيرت حياتي كلها، فلقيت ان انا قوي. ببص بفتح التقرير اللي هو ماضي، لقيت كاتب عليه جرجس، كاتب ماضي جرجس ورشم الصليب. بيقول اول ما مشي طلعت اجري وراه ما لقيتوش. قعدت اقول للمرضات الراجل اللي كان هنا فين، مين ده؟ قال لهم مفيش حد. قال لهم ده كان الدكتور، ده هو اللي شفاني، ده اسمه كذا. قال لهم مفيش حد دخل هنا. جري حكى لصاحبه، صاحبه كان عمال يشرب كوبايه شاي، بيقول له ده ماري جرجس عمل لي معجزه، انا بقيت كويس، انا خفيت. يبصوا على بطنه مش شايفين اي حاجه. الولد اللي هو بيتكلم معاه الدكتور التاني كوبايه الشاي وقعت منه، راح قال لامه وطلع على مرجيجس في اسكندريه عمل له تمجيد واتبسط قوي، وقال له ورى نفسه للراهب ان ازاي مرجيجس شفاه. راح المستشفى بعدها بيوم لكبير الاطباء اللي قال له انت عندك شهر شهرين وهتنتقل، يعني ما فيش حل. فقال له ارجوك عايزك تكشف علي. اي يا ابني حبيبي ما تضيعش وقت، يعني انت شايف ناس مستنيه قد ايه، وانا قلت لك رايي، يعني انت صعبان عليا عشان شاب، ويعني وصعبان عليا عشان يعني ما اقدرش اعمل لك حاجه. قال له ارجوك تكشف عليا. فالدكتور لواء في درجه حاجه زي لواء كده صعب عليه، قال له طب حاضر تعال انا هكشف عليك. قعد يضغط على بطنه ويضغط على بطنه ويكشف عليه، قعد بتاع ربع ساعه الراجل ما بيتكلمش، قعد على المكتب وقعد يشرب سجاير بيحرق جامد ومش قادر يتكلم. وقال له عايز اقول لك حاجه. قال له ايه؟ قال له هي العذراء عملت لك معجزه؟ قال له لا، ماري جرجس. قال له طيب بدل من ايد الناس البركه دي لمستك، نصيحتي كاب او امر عسكري ما تخليش حد تاني يلمسك. روح يا ابني انت اتشفيت مبروك. وعملوا تمجيد كبير اول ماري جرجس، وشفيعه ماري جرجس، وحتى خلف ولد وسماه برضه جرجس. فطبعا قديس ماري جرجس يعني شفاعته مع الناس يبرؤون زي ما الايه بتقول يدعونا حيكون. ما هو الانجيل هو بتاع النهارده وبكره الابد. الناس اللي بتتبع وصايا ربنا وبتخدم ربنا بيقدروا يعملوا الحاجات دي كلها. طيب ممكن بقى نقول لهم المسابقه علشان يبتدوا يفكروا معانا. طبعا. سؤال المسابقه بتاع النهارده بيقول اذكر اكبر عدد ظهورات للرب بعد القيامه. اذكر اكبر عدد ظهورات للمسيح بعد القيامه. لو حضراتكم كنتم متابعين الحلقه الاسبوع اللي فات احنا اتكلمنا على ظهورات كتيره للمسيح بعد القيامه، فلو فاكرين يا ريت تكلمونا، لو مش فاكرين بالتالي ممكن نتفرجوا على الحلقه. المفروض هيلحقوا. مش هيلحقوا، لا. ممكن تدوروا عليها، فيا ريت تكلمونا وتقولوا لنا حل المسابقه. برضو حاجه تانية مثال المفروض نتكلم عليها، ان احنا لحد دلوقتي ما دفعناش على القناه علشان البرنامج، مش البرنامج بس يعني الساتلايت للشهر ابريل. فلو تحبوا تاخدوا بركه التبرعات يا ريت هتلاقوا الانفورميشن موجوده هنا في البنك اكاونت ديتيلز، فلو تحبوا يا ريت تاخدوا بركه التبرع ده. طيب نسالك دلوقتي يا ايهاب، على الناس بتقول على ماري جرجس انه سريع الندى، تكلمنا عن حكايه سريع الندى دي. سريع الندى ده كل الناس على فكره، يعني من وانا صغير لما يضيع مني حاجه ولا يروح حاجه يقول لي اطلب ماري جرجس ده سريع. سريع الندى يعني بيستجيب بسرعه. بيستجيب بسرعه. ابونا لوقس داروس في كتابه عامل قصه حلوه قوي على سريع الندى دي. بيقول كان في واحده ست يعني جوزها صعب قوي في الماديات. ففي يوم من الايام جه البيت، كان سايب مبلغ جوه في البيت، وجه البيت لقى الفلوس ناقصه، ابتدى يتنرفز ويزعق وبقى صعب قوي، والعيال عين الصغيره خايفين على جنب. فالست بتقول له في ايه؟ قال لها في مبلغ ناقص 2 جنيه ولا 3 جنيه بالظبط، ناقصين من المبلغ اللي انا حاطه، وازاي تمد والعيال عيني عماله وزعلانه. فابونا بشوي كامل كان عارف القصه بتاعته. ابونا بشوي كمل قال لها اما تتزنقي في حاجه قولي له المبلغ ده او الفلوس دي مع ابونا بشوي. دي ما كانتش بتعمل حاجه، بيقول ابونا كاتب القصه الا لما كانت بتستاذنه. بس هو بيتهمها ان هي مصرفه.
وعمال يزعق فيها والعيال مش قادره تعمل. قالت له بقول لك ابونا بشوي. قال لها انت بتكدبي، ابونا بشوي مش هياخد حاجه منك، انت بتكدبي عليا. فقالت لي البنت الصغيره اجري على كنيسه ماري جرجس وقولي لابونا بشوي هات ال3 جنيه اللي انا مديهم لك. البنت الصغيره اكنها في مهمه رسميه طول الطريق بقى عماله تصلي، حوالي 10 دقائق ماشي من البيت للكنيسه وعماله تصلي. وراحت كنيسه ماري جرجس سبورتنج تدور على مين ابونا بشوي عشان تاخد منه المبلغ ده وتحل المشكله. اول ما دخلت سالت الفراش ابونا بشوي هنا؟ قال لها لا ابونا بشوي مش هنا. وقفت قدام صوره ماري جرجس قالت له بص بقى ماري جرجس انت عارف المشكله، انا اعمل ايه دلوقتي؟ ارجع لماما اقول لها ايه ولا هيحصل ايه بقى في المشكله؟ سمعت حاجة وقعت في الأرض، بتبص في الأرض لقت جنيه متطبق. فتحت الجنيه لقت جواه جنيه تاني، فتحت الجنيه التاني لقت جنيه تالت. خدتهم وجري على البيت واديتهم لمامتهم ال3 جنيه. فاديته وقالت له مش قلت لك؟ أهم أدي ال3 جنيه جبتهم لك من أبونا بشوي. فبعد ما الراجل هدي وخد الفلوس ومشي بتقول للبنت أنت جبتيها إزاي؟ قالت لها ماما أنا رحت ما لقيتش أبونا بشوي. أنا بصلي في الكنيسة لقيتهم في الأرض. قالت له تاخدي حاجه من ارض الكنيسه حرام، لازم تروحي لابونا بشوي وتقولي له يا ابونا بشوي اللي حصل عشان حرام يا بنتي تاخدي فلوس من الكنيسه، تلاقي حاجه في الكنيسه وتاخديها. فالبنت الصغيره بقى بتقول لابونا بشوي اللي يلاقي حاجه في الكنيسه وياخدها ده حرام. فابونا بشوي عنده حته ذكاء بقى فعايز يعرف، قال لها طب وايه اللي حصل؟ فقعدت تحكي له القصه. قال لها لا مش حرام، ده ماري جرجس عارف ان انت هتيجي ومش هتلاقيني. فعشان يحللك المشكله هو اتصرف، جاب لك الفلوس لحد عندك. يا بنتي مش حرام، ده ماري جرجس حللك المشكله. ماري جرجس ده سريع ايه؟ الندهة. قصه جميله. وفعلا بنسمعها من ناس كتير ان هم يطلبوا حاجه وتلاقيه الطلب بتاعهم اتحقق. جاب على طول. طيب غير انه سريع الندهة بنسمع برضو ان هو شفيع الطلاب. ماري جرجس شفيع الطلاب، كان في برضه قصه مكتوبه لواحده في الجامعه كانت شاطره جدا وماده من المواد الهندسيه بتاعتها عملت حلت المساله ولازم ترسمها. فبعد ما طلعت الارقام مظبوطه جدا بتبص على المنحنى لقت المنحنى شكله يعني حاسه انه مش صح مش مظبوط. فمعاها صوره ماري جرجس في الشنطه وكانت عامله كل ماده باسم قديس وقالت له بص يا ماري جرجس الماده دي بتاعتك. شكل الموضوع مش مظبوط، مش ناقص غير وقت قليل جدا. طب اعمل ايه؟ خايفه تمسح كل الارقام والحل الوقت هيفوت وهتسقط. فقالت ايه، انا اشيل بس الرسمه واسيب الارقام واعيد الرسمه عليها تاني. فشالت بس الرسمه وابتدت تعيد 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 وتطلب شفاعه ماري جرجس. لقت المنحنى اتظبط شويه ولقت نفسها مستريحه وقدمت الورقه في الاخر الوقت. فالدكتور وهو ماشي بص على المنحنى كده قال لها شكله جميل جدا، قال لها ده يمكن اصح واحد في الدفعه كلها. وخدت امتياز في الماده دي بسبب ان هي شفعت ماري جرجس. طيب تحكي لنا عن ماري جرجس شفيع الارامل. شفيع الارامل، انت عارفه الست اللي بتبقى ارمله بيبقى ربنا هو ايه اللي بيعولها. فواحده ست ارمله كان عندها 7 عيال، والست دي كانت عندها بنت من البنات صعب قوي في التعليم. خلصت الاعداديه ما جابتش مجموعه، وبعد كده الست خدت الدوسيه بتاعها ما جابتش مجموعه في الاعداديه، تروح ايه تجاري، حتى تجاري العام الحكومه ما ياخدهاش. فراحت التجاري الخاص وقفت يعني في الطابور وقالت لهم عايزه اقدم لبنتي. قال لها يا ست القسط ب 18 جنيه انها تخش تجاري خاص. قالت لهم انا ست ارمله وباخد فلوس من الكنيسه هي اللي بتعولني، معيش غير 8 جنيه. برديوش قعدت تعيط الست، طب ارجوكوا طب دخلوها واحاول اتصرف. طيب قالوا لها لا، تجيب ال 18 جنيه بنتك هتخش. الست غلبانه وعماله تعيط وماشيه في الشارع، فلقاها شاب كده قال لها يا ست بتعيطي ايه؟ امسحي دموعك، مسح الدموع. قال لها ايه اللي حصل؟ قالت له بنتي مش عايزين يقبلوها معيش فلوس. قال لها طب تعالي معايا. خدها معاه في العربيه وخدها زي بتاعت التعليم، وزاره التعليم او بتاعت المنطقه. وخد الدوسيه وقدم لها في تجاري حكومه. ووصى عليها، وكان الناس كلها عماله تسمع كلامه ووصى عليها، وخدها في العربيه قال لها بعد 3 ايام هيجي لك كارت اصفر، تاخدي الكارت الاصفر ده وتاخدي بنتك، بنتك قبلوها في المدرسه خلاص وانا وصيت عليها. قالت له طب انت منين؟ قال لها انا من ماري جرجس.
انا اسمي جيرجس او جورج. قالت له طب ولاقيك فين؟ قال لها هتلاقيني في كنيسه ماري جيرجس. قال لهم جيرجس اللي من روما، وهتلاقيني انا عايش في كنيسه ماري جيرجس. فعلا بعد 3 ايام الجواب جه، وراحت قدمت لبنتها، وكانوا الناس كلها بتعاملها بكل احترام وادب ومبسوطين قوي منها كانه وصى على جنب. فالست بقى جت تشكرهم، فداخله بتقول للفراش انا عايزه جرجس اللي من روما. لها جرجس مين يا ست؟ قالت له هو قال لي انه ساكن عندكم هنا. لا يا ست ما اعرفش مين جرجس اللي من روما ده. داخل ابونا قال لها بصي ابونا هو احكي له انت عايزه، انا مش فاهم حاجه. فجت لابونا بتقول له يا ابونا انا عايزه جرجس اللي من روما. قال لها مين جرجس اللي من روما؟ قالت له يا ابونا ده عمل كذا كذا كذا. قال لها ده هتلاقيه في كل قداس في الكنيسه، وهتلاقيه واقف على الباب بتاع الكنيسه بيحرس الكنيسه، بس ما تفضليش تحلقي في الناس وهم جايين. انا اللي اعرفه مرجرجس كان بيركب حصان، اول ما اسمع المرجرجس ابتدى يركب ايه؟ عربيه. وعمل للست المعجزه ودخل بنتها المدرسه. اتس ري نايس. طب هو بما انه هو كان في الجيش برضه، بنسمع ان هو شفيع الجنود. مرجرجس شفيع الجنود، كان في يعني هو كان مش كان في الجيش بس، ده كان في الجيش وكان ضابط كان رتبه عاليه، كان رتبه عاليه قوي في الجيش الروماني من هو سنه صغير. فكان في شاب خادم حلو قوي كان ضابط في الجيش، كان بيتنقلوا في مناطق كتير، كان كل منطقه يتنقل عليها يدور على اقرب كنيسه لمرجرجس ويجيب له جواب النقل ويحطه في المذبح ويصلي ويقول له مرجرجس عايزك تبقى ايه؟ شفيع الفتره اللي انا هنا. وبلد من البلاد راح يدور على الكنيسه مش لاقيها، ما يعرفهاش، عمال كان يبص على المنارات بتاعها مش عارف ايه. المهم راح قعد اسبوع اسبوعين ونازل، كان نازل بدري قوي في الفجر. فقال له بقى كده يا مرجرجس مش عارف اروح كنيستك؟ فبيسال على واحد فين محطه القطر، فقال له محطه القطر هنا. تعالى يا ابني وصل حضره الضابط بالعربيه. فجي وصله فقال له ما فيش كنيسه مرجرجس، كان الناس مسيحيين هنا. قال له اه ده في 5 دقائق من هنا. خده وراح صلى في الكنيسه برضه، حط الجواب ياخد بركته. في يوم من الايام كان عندهم تفتيش جامد جدا في الجيش، وكان يوم امتى؟ كان يوم بتاع يناير، ابتدى اول يناير 1 ولا 2 يناير، وعايز ينزل على العيد وكنيسته باسم مرجرجس عشان يحضر العيد عيد الميلاد. وبعد كده جه الظابط ندهله قال له بص مش هينفع تنزل فتره طويله، احنا عندنا تفتيش كبير قوي من القاده بتاعت الجيش هيجوا يزوروا الكتيبه وما نقدرش ننزل حد. قال له بص يعني اقدر اساعدك في يوم 6 ويوم 7. قال له حلو جدا. قال له خلاص وانا من عندي هساعدك 6 و7، تروح تعايد مع العيله حتى وتيجي. قال له بيقول لسه بيكتب لي جواب الاجازه، ونلاقي الفاكس ابتدى يشتغل، هو عمال يقول لما نجرجس انا عايز احضر العيد، لان الفاكس بيطلع بيطلع بيطلع، فالظابط بيجيب الفاكس عشان يقراه. لقى قرار من القياده العليا بتاعت الجيش الثاني ان كل الناس المسيحيين ينزلوا من يوم 5، ياخدوا 5 ايام ويجوا يوم 10 عشان عيد المسيحيين. مضلوا الاجازه ونزل، طلب من ماري جرجس عايز اعيد في العيد معاك في كنيسه ماري جرجس. كله عايد. نزل على طول. طيب تكلمنا برضو عن ماري جرجس شفيع المرضى. ماري جرجس شفيع المرضى دي برضو كويسه قوي. عارفين احنا برضو ان اي حد بقى مريض، عندنا كل القديسين شفعاء في حاجات التخصصات مثلا. لكن هو ماري جرجس برضو ناس كتير جدا بتحبه، وناس كتير جدا بتشفعوا بالمرضى. كاهن من الكهنة ابنه كان لسه متجوز حديثا، وهو ماشي بيعدي الشارع عربية خبطته وقعد ينزف لدرجة ان الناس قالت ده مات، وابتدوا يغطوه بالجرايد. يصادف ان في دكتور معدي، يقوم واخد الولد ده ويكشف عليه، بص لسه قلبه شغال، قال لهم ده قلبه شغال خدوه المستشفى. راح المستشفى شبرا العام، وبعد كده لقى حالته خطيرة جدا، قالوا لا ودوه مستشفى القصر العيني القسم الفرنساوي في امكانيات احسن. الولد كان في غيبوبة تامة. بعد الاسبوع الاولاني الدكاترة قالت لابوه بص يعني كون ان هو قعد اسبوع في كوما او في غيبوبة تامة، في في في, في الطب بتاعنا بنقول انه مات. فحرام تصرفه اكتر من كده. فابونا قال لا نفضل نصلي برضه، وراحوا دير ماري جرجس الراهبات وقعدوا يطلبوا منهم. واحدة من الراهبة المبروكين قالت لهم ماري جرجس هيشفيه في عيد ماري جرجس في 16 نوفمبر. بعدها بيومين 3 الدكتور جه قال لهم ده مات. قعدوا يصلوا اكتر، مات 7 دقائق، وبعد كده قال لهم انا مش عارف، رجع تاني. قال لهم كل اللي بيحصل ده يفوق العقل. في الكتب بتاعتنا والتعليم بتاعنا يفوق العقل. وابتدى برضه في كوما، لسه في كوما، راحوا برضه دير ماري جرجس ويصلوا له، وراحوا الراهب كويس ولا الناس مباركين.
قال له انا ابعت له الملك ميخائيل. قعد في كوما كام يوم؟ 48 يوم فاقد الوعي تماما. كانت كون ان هو كان لسه بيتنفس الدكاتره كانت مستغربه. بعد 48 يوم ابتدى يفوق. ناس حواليه بيقولوا له ايه اللي حصل؟ قال لهم انا سمعت صوت جامد قوي، صوت حصان بيجري جامد جدا، وحد بالحربه كده نغزني ففقت، ولقيت جنب الملاك ميخائيل. ما هو الراهبات قالت هنبعت مرجرجس، وفعلا يوم عيد مرجرجس 16 نوفمبر فاق. بيقول حد نغزني بالحربه كده ففقت، لقيت جنب الملاك ميخائيل بتطبطب عليا. واللي اعجب من كده ان الدكاتره بيقول جاله شرخ في الجمجمه، وكان عنده الم رهيب، وجاله رشح في المخ، وكان عنده القفص الصدري مكسر، وكان عنده تكسيرات كتير. ال 48 دول اليوم اللي كان هو فيهم في الغيبوبه دي ريحته جدا، عشان كان هيمر بالام رهيبه ما كانش هيقدر يستحملها. حلو دي. حلو لانه ربنا انقذه. هو على فكره الواحد لما بيبقى يعني في تجربه معينه بيحس ان اللي بيحصل ده وحش قوي، بس لما الواحد بيمر منها زي كده بتحس ان هو اللي حصل كله في مصلحته. طبعا بيبقى حاجه برضو الواحد ما بيفهمهاش غير متاخر قوي. صح. فلو صح. احنا ماشيين كده في حاجات صعبه شويه الواحد يستحملها علشان هو في الاخر هيبقى كويس. طبعا. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن مرجرجس الشفيع المرضى، بس بالمناسبه دي انا عايزه اقول لك على الحكايه اللي كنت بكلمك عليها بالبرنامج. لان هو ربنا لحد دلوقتي شغال قوي، وشغال مع ناس في حتت كتير قوي في العالم. الراجل اللي هو كان بيتكلم في الامم المتحده كان بيتكلم بيقول ان هو مات في سيدني هنا، and he was pronounced dead، يعني انه خلاص ان هو فقد الوعي، وبعدين مات لمده 45 دقيقه كامله، وبعدين هو بيقول ان المسيح هو اللي احياه، وبعد كده عاش وصحي. ما سمعناش على حاجة دي في الأخبار خالص هنا على فكرة، وده الموضوع ده مضايقني، بس لسه موجود يعني. لو تشوفوا على الفيسبوك أو يوتيوب موجودة. بصي في حاجات كتير أو طبعا وهو بتثبت المسيح والله موجود، يعني الإنسان اللي هو اللي لحد دلوقتي مش قادر يحدد مين الله ومين ده أو مين ده، يسأل وربنا هيجاوبه. يعني هو شوفي واحد أهو يعني مات 45 دقيقة أو لحاجة ورجع ويحكي كل اللي حصل له. ومش ده بس، فاكرة في الحلقة بتاعت ماذا بعد الموت ناس كتير قوي جدا رجعوا للحياة وشافوا المسيح ورجعوا ونزلهم برسالة، وفي حاجات كتير جدا. هو المسيح والله يعني طبعا، وموجود في كل وقت، موجود في كل وقت. صح. طب احنا عندنا ثلاث مكالمات دلوقتي، المكالمات تستنى ويجوا مع بعض. عندنا ميري من سيدني. الو الو، مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ زيكم، ومباركة مرجرجس معاكم، وحلقة جميلة جدا جدا النهاردة بصراحة، يعني فيها معلومات حلوة قوي قوي عن البطل الروماني. ربنا يخليك. الله يخليكم ويبارك في خدمتكم. انا كنت هقول لكم بقى الظهورات السيد المسيح بعد القيامة. اتفضلي. هو ظهر لمريم المجدلية مرتين، والبطرس لوحده مرة، وبعدين تلميذي عمواس، والتلاميذ في العلية، وما كانش توم معاهم، وظهر لهم مرة تانية وتوم معاهم، وعند بحر طبرية، وعند الصعود لما كلهم كانوا مجتمعين وشافوه وهو بقى بيصعد للسماء، والملك قال لهم زي ما شفتوه بيصعد كده هيجي على السحاب تاني. يعني دول كده تمانية، يا رب يكونوا كده مظبوطين. لا لسه كتير. لسه كتير. لسه؟ انت ممكن تدوري تاني ويعني وتكمليهم، ولسه هو على الاقل على الاقل 11 لحد الصعود، يعني على الاقل 11 لحد الصعود وبعد الصعود في حوالي 4-5، يعني لو انت هتجيبي يعني للصعود لحد الصعود في 11، احنا عملناهم الحد اللي فات الجمعه اللي فاتت. طب انا هفكر تاني، معلش. حاضر، فكري حضرتك، وممكن لسه قدامنا وقت. هو 8 كويس برضه، يعني احتمال كبير يبقى كويس. ممكن برضه تسيبي تليفونك، عشان لو ما حدش جاب اكتر من 8 يبقى حضرتك اللي هتفوزي النهارده. ماشي حبيبي، ميرسي قوي. اورايت، الف شكر. مع السلامه. سلام لحضرتك. معانا برضه بنت الرب من سيدني. الو، سلام المسيح معاك ومع حضرتك. السلام
سلام المسيح على إيهاب وياسر. كل سنة وانت طيبة يا بنت الرب. ربنا يبارك وربنا يسوع كده يخليكوا دايما منورين الشاشة. أنا معرفت أتصل بيكوا الأسبوع اللي فات بس قلت إيه ملحوقة الأسبوع ده. هو في ناس كتيرة ما عرفتش تتصل بينا الأسبوع اللي فات لأن التليفون ما كانش شغال. كان فايبر بس اللي فات. روكو موجود يعني. فأنا مبسوطة قوي صدقوني من البرامج الجميلة اللي أنتم بتحضروها ومجهوداتكم. ربنا يعوضكم خير وصدقني يا إيهاب أنت ما تصورش. أنا بحس إن أنا ارجع طفله تاني. الحكايات الجميله اللي انت بتحكيها لنا ما نعرفش عنها كتير وجديده وجميله ومعزيه بشكل جميل يعني. ربنا يعوضها خير. بس انا اتمنى طبعا ان يعني برنامج لماذا يقدم لنا برامج، معلش انا طماعه شويه، يقدم لنا برامج زياده. عايزين يعني نرد على الناس اللي عماله تقول ليه عندنا اربع اناجيل، ويعني هل انجيلنا محرف ولا لا. عايزين مواضيع كده قويه. بس انا عارفه يعني ان وقتكم يعني ثمين. وكمان انا نفسي اسال على ال يعني التعبيد للقناة أخباره إيه؟ أنا فترة ما سمعتش يعني. إحنا هل تعبيد القناة ابتدى يقوى ولا خفش شوية عن الرجيم ولا إيه الموضوع؟ لسه منبهين النهاردة حتى. يعني طبعا مع مجهود مع مجهوداتكم الجميلة دي لو في برامج أكتر طبعا ده يعني أحسن للقناة. وعايزين طبعا قناه امريكا واستوديو الحريه في سيدني دول ربنا ما يحرمنا منهم ابدا يعني. احنا صدقيني في بروجرام الطبي ناس كتير طلبته وكده. بس زي ما انت بتقولي محتاجين تعديل يعني. ما نقدرش طبعا ننزل بروجرام ينزل تاني وكل حاجه لما نضمن تعديل. احنا لحد دلوقتي ما دفعناش شهر مارس شهر ابريل لسه نفعناهوش لحد دلوقتي. تمام يعني. احنا يعني المفروض المعلومات اللي عندي ان القناة بتدفع شهر بشهر. وكل شهر زيادة يعني قرب $20,000. وطبعا احنا مع مجموعنا الكبير يعني ربنا يبارك. المسيحيين في استراليا المصريين مش قليلين. فيعني لو كل انسان يحط على قلبه ان هو بيبشر بيساعد على التبشير بكلمة المسيح هيلاقوا ان مبلغ صغير مع المجموع الكبير ومستديم شهري يعني دائم شهري ده هيكفي القناة وزيادة. ونعمل برامج ونبقى يعني لينا نشاطنا لينا ان احنا لما نروح للمسيح نقول له يا رب على قد ما قدرنا كنا بنعلي اسمك وبنكبره وبنخلي الناس اللي ما يعرف اللي مش عارفينك واللي بعيد عنك يعرفوا اسمك. انا صح. يعني صح. بزعل قوي. احنا قنواتنا مش كتير على فكره يا جماعه. لا طبعا قنوات مسيحيه مش كتير. وخساره ان احنا نعمل مجهود والقناة تظهر للنور وتبقى منتشرة في العالم واحنا اللي نساعد نقفلها بايدينا. يعني طب هنقول ايه ربنا لما نروح له؟ هنقول له ايه؟ هنقول له قفلنا قناة كانت بتبشر باسمك يا يسوع. طب هنروح فين يعني؟ انا مش عارفة يعني. قدام كل القنوات اللي المبتذلة والقنوات اللي عمالة تب فينا وتلعن وتشكك في إيماننا وتشكك في إنجيلنا. يعني لما نسيب قنواتنا المسيحية علشان تبقى هي السلاح اللي بتحارب إبليس في أيامنا التقيلة اللي احنا فيها ربنا يرحمنا.
على كل حال يا إيهاب أنا أسيبك تكمل، ألف شكر. وأتمنى إن أنا يعني لما يعني أعمل مداخلة المرة الجاية ألاقي برامج متحضرة، وإن تديني كده أخبار جميلة إن الشعب المسيحي بيحب إلهه وبيحب قنواته المسيحية اللي على اسم المسيح، وإن هم بيعددوا القنوات دي عشان تستمر. إحنا بندفع شهر يا جماعة حوالي $20,000، والناس بيبذلوا أقصى ما في عندهم عشان القناة تفضل ظاهرة للنور، تفضل ظاهرة قدامنا. وحرام إن إحنا نقعد نتفرج على تعب الآخرين، مش كل حاجة ببلاش، مفيش حاجة ببلاش دلوقتي يا جماعة بتوع أستراليا يا حلوين، ما بتدفعوش فواتيركم ولا بتجيلكم ببلاش، ربنا يرحم. ألف شكر يا بنت رب، ربنا يبارك واذكرينا في صلواتك. على إن أنتوا بتديني الفرصة أتكلم كده. ربنا معاكي، شكرا مع لكم، ربنا يبارك. ربنا معاكي، مع السلامة. بنشكر حضرتك كتير قوي، وبصراحة بنت الرب بتتكلم عن حاجة احنا احيانا كتير بنتكسف ان احنا يعني نتكلم فيها كتير، بس فعلا التعديل بتاع حضراتكم مطلوب جدا جدا، لان احنا من كل شهر من شهر لشهر بنقول مش عارفين هنكمل ولا لا. فمش مش مجرد احنا يعني، بس فعلا احنا نفسنا البرامج تانية تيجي تاني، من استراليا لان هم وقفوا يعني في برامج كتيرة وقفت، لان فعلا مفيش الفاندينج sufficient ان احنا نقدر نخلي البرامج دي كلها تشتغل. ما فيش دخل للساتلايت في سيدني يعني استراليا مش هيجي لها الحريه خالص. يعني ممكن يعني انت احنا ما بنتكلمش على برامج تطلع من سيدني عشان تبين نشاط الخدمه في استراليا. طبعا انت بتشوفوا برامج تطلع من امريكا من كندا، ومش معقوله كل القامات اللي عندنا في سيدني ما ينفعش نطلع برامج يعني. فاحنا عشان نعمل ده لازم نجيب الخط اللي هنا، نجيب الخط ده الساتلايت ده لوحده 10,000 في الشهر. وغير سيدني في سيدني وملبورن وميلبورن ممكن يشتغلوا معنا بس يعني ده الحكايه كلها. مش هنطول كتير في النقطه دي يعني، نشكر بنت الرب غطتها حلو قوي، بس يعني اللي يقدر يساعد ماديا اللي يقدر يساعد روحيا بيصلي لنا، وربنا يمد ايده. وين ده مرجرجس بقى شوفي يعني مرجرجس سريع الندهة مرجرجس سريع الندهة. بس لو حضراتكم تحبوا تتبرعوا هنحط الديتيلز برضو في البار اللي تحت، وياريت لو تقدروا هو دلوقتي على البار، لو تحبوا تاخدوا بركة التعديد ده بنشكركم جزيلا، وأكيد التعديد ده قدام ربنا طبعا أكتر من قدام أي حد تاني. دلوقتي معنا تليفون من ريم من ملبورن. ألو هلو، يعطيك العافية، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، كيفك ياسمين؟ الحمد لله، كل سنة طيبة، ازيك يا ريم؟ الحمد لله، نشكر الله، كثر خير الله، الحمد لله، كيفكم انتو؟ الحمد لله كويسين، كثر خير الله. جاوبك على السؤال المسابقة؟ يا ريت. هو اتفضل. ظهر المسيح 11 مرة قبل الصعود وحوالي 5 مرات بعد الصعود، صح كده؟ ممكن تقولها لنا؟ منقول 5 مرات لشخص او لشخصين، وخمس مرات للتلاميذ، ومره لل 500 واحد. طيب لشخص او شخصين اللي حضرتك بتتكلمي عليهم في الاول اللي هم الخمس مرات، تقدر تقولي لنا مين هم؟ يب مريم المجدليه، بطرس، يعقوب، تلميذي عم عمان، ومريم المجدليه وام يعقوب ومريم الأخرى، صح كده؟ دول خمسة الأوانيين، خمسة. وخمس مرات للتلاميذ في العلية بدون ثومة، وفي العلية مع ثومة، وعلى بحيرة طبرية، والرابعة على جبل الزيتون وقت الصعود، والخمسة ما بعرف، بس بعرف انهم خمس مرات للتلاميذ. طيب في واحدة ناقصة اهو، اوكي. والمرة الأخيرة ال 11 هي 11 ل 500 واحد. صح كده، يبقى انت جبتي 10 من 11. تفتكري الخمسه اللي هم بتوع التلاميذ مش عارفه فين؟ انت سمعتي الحلقه الاسبوع اللي فات كويس؟ يا حضرتك، انا حطيت نوت يعني، لولا النوت النوت الاسبوع فات. طب هو كويس قوي انت جبتي 10، لو احنا معانا التليفون بتاعك يا ريم، لو حد جاب 11 هيكسب، لو حد ما جابش يبقى انت لحد دلوقتي 10، صح كده؟ صح كده، قربت قربت. المتعرف انت المره الخامسه.
اوكي انا بقى نتصل بيك يا ريم. الف شكر. ان شاء الله. ان شاء الله. الله يعطيكم الف عافيه. صلي لنا كتير. مع السلامه. ربنا ربنا يكون معاكم ومع حضرتك. احنا دلوقتي ابتدينا بثمان زهرات وبعد كده وصلنا لعشر زهرات من الحداشر، ومعانا مكالمه ثانيه من الاستاذ عصمت من سيدني. الو. مساء النور. الو. الو. ايوه سوري انا لسه سامع حضرتك دلوقتي اهو. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا ايهاب؟ انا عصمت بتاع كنيسه العم ابراهام مقويري فين. كل سنه وانت طيب يا عم عصمت. طبعا بركه كبيره عم عصمت. كل سنه وانت طيبين. وانت طيب ربنا يخليك. مش عارف يا ايهاب، عايز يعني اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. انت اتكلمت على مجلس شفيع الطلبه. انا حصلت معايا حاجه وكنت شاب صغير، كنت لسه شاب يعني في المدرسه، وكنت في المدرسه وكانت كنت ساكن في شبرا ومدرستي كانت في ميدان الجيش في العباسيه، وكان عيد ماري جرجس كنت مارجرجس في جيوشي، كانت بتعمل مولد لماري جرجس كل سنه. فجيت يعني في يوم من الايام كده وانا رايح المدرسه، كنت عامل اشتراك في الجرام، اشتراك في الجرام. جيت في يوم كده يعني صحيت متاخر، غيرت هدومي بسرعه وخرجت جاري، نسيت حتى اخد معايا فلوس، ركبت الترماي وقلت خلاص انا معايا الاشتراك مش مهم، وركبت الترماي ورحت المدرسه. وانا راجع من المدرسه بعد الظهر، ربنا يعلم يا ايهاب، انا بدور على الاشتراك بتاع الترماي في المحفظه بلاستيك كده، ما لقيتوش خالص. ادور في جيوبي، قلعت الجيف، ادور مش لاقيه خالص. وبعدين بصيت ورايا كده على محطه الترام كده في ميدان العباسيه، وبصيت للسما كده وقلت لي يا رب طب اروح ازاي يا عذرا. بعدين افتكرت ان في مولد ماري جرجس بتاع الجيوشي، قلت له يا ماري جرجس يا بطل يا شجيع اعمل ايه اروح ازاي. افاجئ وانا واقف على محطه الترماي حاجه تقع على دماغي زي ما وقعت من السما، ربنا يعلم. حاجه وقعت على دماغي، على وشي، على صدري، وقعت من رجلي. ببص على الارض بص لقيت الاشتراك بتاع الترام اللي كان للمقتنعين. شفاعه ماري جرجس معانا يا عم عزيز. كنت صغير يعني، كان اول مره يعني اطلب يمكن شفاعه يعني شفاعه حد من كل شيء. والجميل في كده ان في ناس كثيره عندها حكايه او حكايتين عن ماري جرجس يقولوها عن ماري جرجس برضه. انا مره من المرات كنت في كنيسه الجيوش عم عصمت اللي انت بتحكي عليها. كنا رحنا صغيرين. كشافه كنا بنروح عشان كان زحمه قوي، كنا بنروح كشافه نخدم. ابونا مات تساويرس. ايوه ابونا مات تساويرس كنت اعرفه، كنت بخدم في الملجا اللي هو بتاع ميدان الافضل. كنت ماسك ميدان الافضل. وبعد كده رحت لقيت واحد كبير في السن وعمال يعيط زي طفل. فكنتش اعرف ايه ده، وحاطط بزازه في بقه وبتاع. فبسال الخدام اللي معايا هو ايه ده؟ لسه يمكن ابتدائي. فقالوا لي ده عليه روح شريره. وخدوه وقعدوا يصلوا عليه في زفه ماري جرجس وكده، كانوا بيزفوا الصوره وزفه كبيره قوي ويخرج الشيطان. كنيسه نشاطها حلو قوي ويعملوا احتفالات كبيره. ما فيش حد عم عصمت ما عندوش صوره لماري جرجس او عنده قسمه مع ماري جرجس. لا عندي صور ليه. ربنا يخليك يا عم عصمت. صور في المحفظه بتاعتي. الا يعني حقيقي. ربنا يخليك يا عم عصمت وتذكرنا في صلواتك. ربنا معاك، ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا عم عصمت. طيب وبنشكرك على المكالمه الجميله دي والحكايه الحلوه قوي. معانا دلوقتي مكالمه من مارينا من سيدني. الو. الو مارينا. الو. الو ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. تحبي تشاركي في المسابقه ولا تحبي تشتركي في حاجه تانية؟ النهارده هرن. اتفضلي. احب الناس اللي بتتكلم معاك في عزاري. يا ماري جرجس يا شفانا، يا نور فرس كنيستنا، يا ماري جرجس يا شفانا، يا نور فرس تيجي وتحرس أبطى وطن لما
يا شفانا كان يوم أحلى الأعياد بديارنا عن أي ديار كان يوم أحلى الأعياد بديارنا عن أي ديار فيه استفدت يا شفانا وحنا بالإيمان فضنا فيه بنشكرك يا مارينا جدا والترتيله دي بصراحه بتحرك قلوبنا جامد لان مين جميلة. مننا ما سمعناهاش او ما رتلهاش وهو صغير في مدرسه الاحد صح صح جميله فاحنا فعلا بالايمان فزنا يا ماري جرجس وفاصل ونعود لكم تاني لو سبت سوس انا هغنيك وهرقي يا خبرك في البلدان يا ماري جرجس يا شهيد ما سجدتش للاوثان لا باغرى ولا تهجير ربك انت سجد له واهتم باحوالك بايمانك تشهد له يا روماني واعمالك عالم فاني وهنجري وراه على ايه اهلينا وطن تاني لازم نتمسك فيه سبع سنوات مرة بتقاسي من العذابات ما ضعفتش ولا مرة هواك رب السماوات شك الكافر فيك قال السحر بيحميك حتى حيال الصحراء دي ما بتقدرش عليه صلاتك للقدس وحدها تقدر تنجد والساحر أثناسيوس بقى مؤمن واستشهد للملك الحيران قال هاتوا زنزانتو امرأة زانية علشان تسرق منه طهرته ماري جرجس بكلامه عن الإله خلاها تتقدس وتتوب وتصلي معاه ظهرت منه آيات معروفة لحد اليوم ده كفاية تلات مرات كان لما يموت بيقول علشان كان متثبت في يسوع وفي قلبه إيه
الإيمان خلى الأرض تشهد ويبتلع الأوثان. غلب الشياطين وغلب بيسوع كل حروبهم، ولا جاه ولا مال وذهب مغروه ولا كذبه. فتح الرب عينه مجد السما وره، وشاف ان اللي عليه اقل من اللي معاه. قادر وابتر عنا يا يسوع وبتحمينا، واذا كنت انت معانا من يا الهنا علينا. اشتد عذابك وجراحك نار هتيب، تلقى يسوع قدامك وساعتها تبقى سعيد. لما بيلمس جرحك في الحال الجرح يطيب، وزود لك فرحك وسط الألم الرهيب. جرجس يا حبيبي أنا لما بتأمل في عذابك أقول إزاي تصبر وبتتحمل. بطل لا كان ينسى بعد عدد السنوات اللي قاسيت فيها الويل علشان رب القوان. كل الأتعب في السما بيسوع فرحان، وقبلك بالترحاب وأخدك بالأحضان. لكن لو بحر نهج إيدك لينا سفينة، نجيت ماري جرجس يا إلهنا نجينا. منجي ولا منقذ لينا غيرك يا يسوع، وبصلوات ماري جرجس وصلنا لك يا يسوع. بطل ارفع صلوات لجميع النصارى، واذكر كاتب الأبيات ابنك رمزي بشارة. أفواه المؤمنين ما أحلى، الكل يقولون يا إله ماري جرجس أعنا. ونعود تاني ونبقى مع بعض ونتكلم النهاردة عن شفيعنا ماري جرجس أمير الشهداء. وكنا لسه بنقول يا إيهاب حاسين فعلا النهاردة عيد. طبعا عيد ماري جرجس هو مفرحنا، وزي ما احنا شفنا الناس اللي بتتصل وماري جرجس عمل معاها معجزة في حياتها، ياريت تشاركوا معنا. لو أي حاجة ماري جرجس عملها معاكم نقدر نشترك معنا كلنا وناخد بركة كلنا ماري جرجس. أكيد ماري جرجس عمل حاجات حلوة في حياة ناس كتير، واكبر كميه كنائس بعد العذراء في الكنيسه القبطيه كنائس ليها ماري جرجس. احنا حتى عندنا في سيدني كنيستين كنيسه الامير تدرس وماري جرجس، وعندنا في كينزكتون كنيسه ماري جرجس ده في سيدني بس. وعندنا في ملبون كنيسه ماري جرجس، هتلاقوه في كل حته، في كل بلد في مصر لازم تلاقوا ليه كنيسه ماري جرجس. كانت قصص بصراحه جميله قوي فعلا. لو اي حد عنده قصه او معجزه او اي حاجه حس هو بيها شخصيا مع امير الشهداء ماري جرجس، يا ريت يكلمنا النهارده ويقول لنا عليها. طيب من دلوقتي بقى احنا الكنائس الصعبه بقى. ايوه كنائس لما تيجي بلد من البلاد الشعب بتاعها صعب ومش قادرين يبنوا كنيسه، طبعا انتوا عارفين السياسه في مصر والحاجات دي ازاي نبني كنيسه وبتاع، يقولوا خلاص نسمي الكنيسه على اسم ماري جرجس وهو يتصرف يبنيها ازاي. مرة من المرات في بورسعيد أيام حكم الملك كان عندهم كنيسة العذراء بس في بورسعيد، فعايزين يبنوا كنيسة تانية ويسموها ماري جرجس. عملوا إيه؟ اشتروا حتة أرض وابتدوا في الشغل. الناس ولاد حلال اتصلوا بالحكومة، جه الضابط قال لهم معاكم أوراق تبنوا؟ قالوا له لا، قال لهم وقفوا البنا. جه ماري جرجس بالليل للضابط وهو نايم وقال له أنت إزاي توقف البنا بتاع كنيستي؟ قال له مش أنا، ده الحكمدار قال لي. راح للحكمدار قال له ازاي توقف الشغل بتاع كنيستي؟ قال له مش انا، ده اللي اعلى مني، زهر له المحافظ. قال له ازاي توقف؟ قال له هعمل لك قرار مخصوص ويكملوا، بس ما تعملوش شوشره، اشتغلوا بهدوء. وبنوا كنيسه ماري جرجس اللي هي فين؟ في بورسعيد دلوقتي، اللي تروحوا تاخدوا بركتها هناك. مره تانية برضه في كنيسه في دمنهور، انبا غرغوريوس كاتبها في الكتاب بتاعه، بيقول سنه 45 عملوا اجتماع عام لخدام مدارس الاحد في دمنهور.
ولقوا حتة أرض وابتدوا يبنوا فيها كنيسة، وكنيسة باسم إيه؟ ماري جرجس. فجم الإخوات المسلمين، الإخوة المسلمين عملوا إيه؟ بعد 5 متر بنوا جامع. ومن 10 قوانين اللي ممنوع تبقى فيه كنيسة جنب جامع مش عارف مسافة دي إيه، واحد محافظ ولا واحد مين في مجلس الشعب اسمه عربي ولا إيه وقف الكنيسة. فالأنبا أوروريس بيقول رحنا نزور المنطقة دي وكان معنا خادم وبعد كده بقى كاهن على الكنيسة دي. فراحوا يقابلوا الغفير ويتمشوا يشوفوا الأرض اللي هتبقى كنيسة كده اللي عليها المشاكل. فلقوا الغفير كده راجل بسيط وقال لهم أنا أسعد إنسان في الدنيا. قالوا له ليه؟ قال لهم ماري جرجس كل يوم بيجي بيمشي في الأرض بتاعته ولو جه لقاني نايم بيزقني كده يقول لي اصحى ما تنامش، أنا بشوفه كل يوم وأسعد إنسان في الدنيا. والأنبا أوروريس بيقول ما نعرفش إزاي اتحلت المشكلة واتبنت الكنيسة وهي كنيسة ماري جرجس اللي في دمنهور. وبرضه في كتاب الأنبا أوروريس بيقول برضه على قوة شفاعة ماري جرجس في بنى الكنائس بتاعته. بيقول في كنيسة اسمها ماري جرجس في أبو النجا في طنطا، كنيسة مشهورة أوي برضه فيها خدمة كبيرة. بيقول ابتدت منطقة طنطا ابتدت تكبر تكبر البلد، فابتدوا الناس الأقباط يشتروا بعيد عن البلد، فابتدت توسع بقى كاردون جديد للبلد وكبرت البلد. وابتدوا يتنقلوا من طنطا كده توسع البلد. فناس أقباط بالليل شافوا ماري جرجس بيجري في حتة أرض. كان في الأنبا توماس أو متياس حاجة زي كده اللي قبل الأنبا بولا بتاع كان هو أسقف في الوقت ده. فراحوا للأسقف وقالوا له يا سيدنا احنا شفنا ماري جرجس بيجري في حتة أرض هناك. قال لهم بصوا البلد ابتدت تكبر ويعني ده مشروع حلو إن هو للمستقبل. روحوا كلموا الناس المسؤولين على الأراضي وناخد حتة أرض ونعملها باسم ماري جرجس بدل ما ابتدى إيه يظهر في المنطقة دي. راحوا يسألوا مين صاحب الأرض، مين اللي عنده الأرض، مين دي؟ لقوا واحد غير مسيح. فقالوا له يا عم احنا عايزين نشتري الأرض دي. قال لهم هتعملوها إيه؟ قالوا له كنيسة. قال لهم مش هبيع لكم الأرض. قالوا له ليه؟ قال أنا حر، الأرض بتاعتي وأنا حر. رجعوا قالوا للأسقف احنا قلنا للراجل هنبنيها كنيسة ما رضاش يبيع لنا الأرض. قال لهم خلاص دور على حتة تاني لسه أراضي فاضية كتير. لقوا تاني يوم الراجل ده بعت لهم حد يقول لهم تعالوا أنا عايز أتكلم معاكم. قالوا له عايز إيه؟ قال لهم عايزين تشتروا الأرض بكام؟ قالوا له اللي أنت عايزه. قال لهم لا أنا هبيعها لكم بالسعر بتاع أي حد مش هاخد منكم زيادة. دفعوا له الفلوس اتبرع كمان ب 10 ولا 15% من الفلوس قال لهم للكنيسه بتاعتكم. قالوا بص بقى امبارح امبارح مش عايز تبيع لنا الارض النهارده بتقول لنا بسعر اي حد وبتدينا كمان فلوس من الفلوس. قال اصل امبارح جالي ماري جرجس وقال لي مش عايز تبيع لهم الارض ليه؟ قلت له ده انا هبيع الارض واديهم كمان تبرع للارض. واتبنت وبيقولوا ارخص كنيسه اتبنت مش عارف بحوالي 95,000 في الوقت ده ارخص كنيسه اتبنت في الكرازه كلها حاجه كده يعني. فكانت الكنايس اللي في المناطق بتاعتها فيها مشاكل سموها باسم ماري جرجس وما تخافوش سيبوه هو يحل المشاكل بتاعته. طيب حلو، احنا لحد دلوقتي اتكلمنا على حاجات كتيره قوي عن ماري جرجس وبنشجعكم لو عندكم اي حكايات عن ماري جرجس تحبوا تقولوها لنا يا ريت تكلمونا. عندك حاجه ثانيه عايز تقولها عن ماري جرجس؟ في ماري جرجس برضه شفاء الاطفال. لسه في حد بيقول لي ايه؟ بيقول هو صغير كان بيلعب كوره والكوره بتاعته ضاعت. تاني مره بيلعب تنس وبيلعب تنس حلو قوي، بيبص احساب المضرب جنبه لقى المضرب اختفى، راح يدور على الكوره وجه لقى المضرب اختفى. ضايق جدا، ابوه زعل منه قال له بص بقى انت مش هترجع البيت إيه لما ايه تجيب المضرب، ازاي بقى الكوره تضيع يوم وتاني يوم تضيع مضرب هو ايه؟ فعمل ايه؟ عيل صغير قاعد على البسطه بتاعت البيت قال له بص يا ماري جرجس، كان شفيعه بقى بيكلم بقى طفل بقى بيكلم بص يا ماري جرجس بقى انا اعمل ايه؟ المضرب بتاعي ضاع والكره بتاعتي ضاعت، مش انت صاحبي يا ماري جرجس؟ هات لي المضرب بتاعي. ونزلت قعدت ادور لقيت عمال امشي في حتت امشي في حتت امشي في حتت لحد ما لقيت الراجل اللي خد المضرب بتاعي ولقيت الواد واقف بالمضرب، خدت المضرب وجريت ورجعت البيت. وصله لحد المضرب وخد المضرب ورجع البيت. يتكلم ببساطة مع الأطفال، يتكلم ماري جرجس بيسمع الكلام وده للمكان اللي بتاعه. البساطة جميلة بصراحة يعني هو فعلا في ناس بتاخد القديسين دول كانوا فعلا أصحابهم يعني بيكلمهم كده الصبح يصبحوا عليهم ويقولوا لهم النهاردة هنعمل إيه. وده مهم قوي إن لم تصيروا مثل الأطفال لا تدخلوا مراكز السواقة. أيوه بالظبط. طيب في تاني في قصة تانية اتفضل. واحد برضو خادم صاحبي بيقول لي إيه، مرة كان داخل في مشروع والمشروع كان على اسم ماري جرجس وقبل المشروع بيوم كان خايب جدا المشروع
انا سميتها مرجرجس باسمك وخايف بقى يحصل لي مصاريف كتير اتصرفت. أيوه. وخايف اول مره يخش في مشروع كبير يعمل ايه. بيقول بالليل وانا نايم لقيت الاوضه منوره ومرجرجس منور في الاوضه وعمال يجري رايح جاي في الاوضه. بيقول انا متسمر في السرير حتى مراتي جنبي مش قادره ازقها لها بص مرجرجس في الاوضه. عمال ابص كده عيني بتبص مش قادره اتحرك ومرجرجس رايح جاي رايح جاي رايح جاي. وبيطمنه انت سميت المشروع على اسمي يبقى ما تخافش يبقى انا هاخد بالي من المشروع ويمشي معاه في المشروع لحد الاخر. ويمشي معاه في المشروع لحد الاخر. That's very nice. احنا عندنا ريم من ملبورن بتكلمنا تاني. احتمال لقيت ال احتمال. الو ما مش احتمال اكيد اكيد. طب اكيد حلو قوي اتفضلي. ظهور ظهور المسيح للتلاميذ في الجليل. طب فاكرة الشاهد بتاعه يا ريم؟ لا صراحة. طب بصي متى 28 كده على اخر ايتين ثلاثة هتلاقي الجليل صح كده يا ريم. انت جبت ال 11 ومعانا فايز برضو. لو حد يقدر يجيب زيادة لو حد يقدر يجيب زيادة العهد الجديد برضو يا ريم انت فزتي. بس ندي برضو فرصة لحد تاني لو عايز يجيب زيادة او اي حاجة ممكن يشترك. ولو سمحت ما تقوليش علشان الكنترول روم عايزين ياخدوا نمرة تليفون حضرتك علشان يدوك الجايز. هو عندهم 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 لا ريم كاستمر عندنا دلوقتي. خلاص اوكي ربنا يخليك يا ريم وتصلي كلمتينا تاني وتصلي لنا كتير. شكرا كتير لكم كمان. بنشكرك على البرنامج الحلو. ربنا يخليك يا ريم. ثانك يو. عندنا 10 دقايق نقدر نبتدي دلوقتي في باروخ سريعا. ممكن 10 دقايق نتكلم ناخد ثلاث اربع ايات من الاصحاح الرابع. معلش احنا مأخرينكم على باروخ بس في حاجات كتير قوي حاصله يعني مهمه. يعني ما نقدرش ما نتكلمش على مرجرجس. أيوه. وكون ان احنا بنتكلم على مرجرجس احنا مش بنمجد اشخاص, احنا بنمجد عمل الرب في الناس او في القديسين. احنا كنيستنا كنيسه ولود وبتقول القديسين كل وقت, وربنا قال من يكرمكم يكرمني. وزي ما انتم شايفين شفاعه قويه جدا لدرجه المسيح ظهر في حياته حوالي ثلاث مرات واداله هو بنفسه امير الشهداء. والشهداء دول مش ناس ميتين, دول ناس عايشين وبيحسوا بينا وبينزلوا يعملوا معجزات بسماح من ربنا. وزي ما شايفين كلنا شفنا كميه المعجزات دي كلها, دي حصلت مع ناس حقيقيين ومكتوبه في كتب وناس عايشين منهم وكل حاجه. فنمشي بسرعه كده ناخد الاوت لاين بتاع الاصحاحات الثلاثه علشان الناس بس اللي مش متابعنا. خدنا اجازه اسبوعين وبعد كده اتكلمنا على القيامه وبعد كده مرجرجس. في فرص ما نقدرش ما نعديها كده. ايوه صح لازم نكمل. باروخ موجود يعني موجود هنكمل. وصلنا الاصحاح الرابع يعني خطوه حلوه. الاصحاح الاولاني اتكلمنا عن التوبه لو انتوا تفتكروا, وبعد كده باروخ يقول لهم يا جماعه توبوا يا اما لو ما تبتوش هيجي عقاب ربنا. وبعد كده اتكلمنا في الاصحاح الثاني عن العدل وقلنا ايه بسبب ان انتوا اخطأتوا وبعدتوا عن ربنا عدل ربنا ان انتوا تعاقبتوا وتثبتوا. والاصحاح الثالث دخلنا في ايه مهمه قوي حلوه قوي ودي اللي كنا ركزنا عليها قوي. ربنا بيقول لهم ايه افكركم بيها, بيقول لهم لماذا انت اسرائيل في ارض الاعداء ليه؟ قال لهم عشان انتوا بعدتوا عن الحكمه والحكمه هي الله. وقلنا ان هو اسرائيل اهو لا في الاصحاح الثالث الحكمه في ايه 9 بيقول اسمع يا اسرائيل وصايا الله وصايا الحياه اصغوا وتعلموا الحكمه. لماذا يا اسرائيل لماذا انت في ارض الاعداء؟ ايه اللي حصل لك يا اسرائيل انت متبهدل ليه في ارض الغربه؟ سوري ده كان عدد كام؟ ده كانت اصحاح 3 في عدد 9 عدد 9 وبعد كده هنخلص الباراجراف ده وشويه نخش على الاصحاح الرابع. انا بس بعيد بركز على الايه المهمه دي عشان بنكمل عليها الاصحاح الرابع. بيقول له اسمع يا اسرائيل وصايا الحياه اصغوا وتعلموا الفطنه. لماذا يا اسرائيل لماذا انت في ارض الاعداء؟ ايه اللي حصل لك؟ ده انت كنت شعبي, انت كنت اسمي عليك, انت ابني, ليه بهدلت نفسك كده في ارض الغربه بسبب انك بعدت عني؟ قد زبلت في ارض الغربه, قعدت زبلت لحد كده شكلك بقى وحش قوي, وتنجست بالاموات, تنجست بالاموات اللي هم الناس الامميين, وحسبت مع الذين هم في الجحيم لانك قد تركت ينبوع الحكمه. وقلنا دي المهمه الايه اللي ماشي عليها الاصحاح التالت كله.
ولو انك سلكت في طريق الله لسكنت في السلام مدى الدهر. قدامك طريق ربنا وكنت مشيت فيه كان زمانك قاعد في سلام. تعلم اين الفطنة واين القوة واين التعقل لكي تعلم ايضا اين طول الايام والحياة واين نور العيون والسلام. خلي عندك حكمة. مشيت في طريق الاعداء، مشيت في الخطية، اتبهدلت. ماشي مع ربنا في طريق سلام، يمكن في بعض التجارب لكن ايد ربنا موجودة. لكن التجارب ما بيجيش تجارب منك انت بتعمل في نفسك، دي ممكن ابليس بيحاربك عشان تتقوى. تعلم اين الفطنة واين القوة واين التعقل لكي تعلم ايضا اين طول الايام والحياة واين نور العيون والسلام. ودي كانت اهم آية في الثالث. ونبتدي نخش على الاصحاح الرابع. الاصحاح الرابع اسمه العقاب للتأديب. ربنا مش بيعاقب الانسان علشان يحطمه، ربنا بيعاقب الانسان عشان يفوق ويرجع. وقال لهم كده في آية واحد في اصحاح اربعة بقى بايه؟ هذا كتاب اوامر الله والشريعة، انا مديكوا كتاب الله، التي الى الابد كل من تمسك به بها فله الحياة والذين يهملونها يموتون. من الاخر كده انا مديكوا كتابي، مديكوا كلامي، احنا بنعمل ايه مع كلمة ربنا؟ قال لهم الذي يتمسك بها ليه حياة ابدية والذين يهملونها يموتون. يموتون مش لازم يموت فيزيكلي دلوقتي، بس ما فيش حياة ابدية، ما انت لك اسم انك حي وانت ميت. بيقول لنا مديكوا كتاب، هتفضل طول عمرك تدرس، تخلص جامعة وتشتغل، وتشتغل سبت والحد والاثنين وكل حاجة، هتعمل لك ايه الكتب اللي انت بتدرسها؟ هتوصلك لسبعين تمانين سنة وفي الاخر هتبقى تراب. لكن كتاب الحياة مفيش حد بيخش السماء ما يعرفش كلمة ربنا، ومفيش حد بيخش السماء ما قراش كلمة ربنا. وتخيلي انا كنت بتعامل مع ناس في مصر، لما نزلت الفترة الاخيرة كنت بدي اجتماعات هناك وكلمات، ناس بسطة جدا ما دخلوش مدارس. وجاي يقول اول الآية حافظينها. ازاي؟ مش عارف. كانوا بيحرجونا يعني الاجبية، انا كنت بمسك الاجبية عشان اصلي، هم حافظينها من غير اجبية، حافظينها بالرقم. قصة من القصص بس على الآية الاولى دي لحد ما نخلص، نخلص الثلاث اربع آيات دول. واحد اسمه عم بشاي، كان راجل بسيط قوي، راجل بيزق عربية كده وبيتمشي، كل ما يجيله فرصة كده كان راجل بيبيع العربية، كل ما يجيله فرصة يقف من شارع لشارع يجيب الإنجيل، وأي حد من اللي بيشتري يقول له اقرأ لي حبة، يقرأ له يقرأ له. كان عنده كام؟ 8 عيال، 7 أو 8 عيال مش فاكر. ويلف من شارع لشارع مع الإنجيل بتاعه ويقرأ. في يوم من الأيام راجع البيت ابنه قابله، الحق يا بابا ماما ماتت. قال له يا ابني ما تقولش كده، ماتت إيه؟ عنده 8 عيال يا بابا ماما. دخل في اوضته وقال له يا رب بص انا بؤمن بكل كلمة انت كاتبها، زي ما طولت عمر حسقية 15 سنة انا عايزك تطول لي مراتي 15 سنة، انا هعمل ايه بالتمن عيال؟ انا الوحيد اللي بشتغل، هقعد بيهم ازاي؟ ودخل صلى وقال لي العيال روح هاتوا لامكوا اكل، لقوا الست قامت وقعدت تاكل، ما بيعرفش يقرا ويكتب. قال له واحد جنبه يا ابني خد اكتب لي التاريخ بتاع النهارده في ورقه، وخباه في جيبه. وتمر الايام والسنين، ويجي بعد كده برضه راجع من الشغل واحد من ولاده، الحق يا ماما ماما ماتت، الحق يا بابا ماما ماتت. يطلع الورقه من جيبه ويقول له واحد اقرا لي التاريخ ده ايه؟ بيبص لقى تاريخ النهارده. فقال يا ابني يبقى هو خلاص بقى ربنا افتكر. عشان كده أبائنا القدسين كان لإنجيل حياته. أيوه. أنبا أبراهام زي ما قلنا قبل كده كل 40 يوم يقرأ إنجيل كامل. الناس بتوعنا القدسين دول ما كانش بينزل من البيت لما ياخد جرعة من الإنجيل، ما كانش ينام لما ياخد جرعة. إحنا فين دلوقتي من الإنجيل؟ ده خاصة إن الجيل اللي طالع بقت حاجة صعبة جدا. عايزين نزرع في الجيل الجاي الإنجيل، صدقوني ما حد هيخش السماء من غير إنجيل. أيوه طبعا. مش عايزين نتكلم اكتر من كده، الوقت قرب يخلص. ما الوقت بيخلص بسرعه بصراحه. الاسبوع الجاي ان شاء الله بنشكرك كتير قوي يا هاب، النهارده حلقه خاصه جدا فعلا، لان النهارده حلقه حبيبنا كلنا ماري جرجس. يعني احنا مفيش قلب مفيهوش مكان خاص قوي قوي لماري جرجس حبيبنا وشفيعنا. تيجي وتحرسنا بصلواتك، اذكرنا تملي يا حبيبنا يا ماري جرجس امام عرش المجد، واذكرونا حضراتكم في صلواتكم. نشكركم ونقابلكم الاسبوع الجاي.